السلام عليكم. مرحبا أعزائي التلميذات والتلاميذ. في هذا العرض سنتعرف على بعض المؤسسات العليا التي يمكن ولوجها بعد الحصول على شهادة البكالوريا. موضوع هذا العرض هو مؤسسات التعليم العالي الغير الجامعي. إذن في هذا العرض سنتطرق إلى المحاور التالية: هناك مقدمة، الاختيار والمشروع الشخصي، المسارات الأربع لمتابعة الدراسة بعد الحصول على شهادة البكالوريا، المؤسسات ذات الولوج المحدود، وسنتعرف فيها على مؤسسات التعليم العالي الغير الجامعي. إذن التلميذ الذي يدرس في السنة الثانية بكالوريا وبعد نجاحه في امتحانات البكالوريا يصبح مؤهلا ليبدأ مساره الدراسي والتكويني في إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس العليا التي تساعده على تطوير وتنمية كفاياته ومعارفه ومهاراته في تخصص معين. هذا التخصص يمكنه من بناء مستقبله المهني، ولإنجاح اختياراته الدراسية والتكوينية لا بد له من تطويرها في إطار المشروع الشخصي الذي يعني القدرة على وضع أفكار مستقبلية والتخطيط لبلورتها في الواقع. إذن المشروع الشخصي يشكل خطة عمل، هذه الخطة تساعد التلميذ على اختيار مسار دراسي مناسب من أجل بلوغ الآفاق المهنية المرغوب فيها. المشروع الشخصي يتكون من 4 مراحل. هناك مرحلة الاستئناس بالمشروع التي تناسب مرحلة التعليم الابتدائي، هناك مرحلة بناء المشروع التي تناسب مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي، هناك مرحلة توطيد المشروع التي تناسب مرحلة التعليم الثانوي التأهيلي، وهناك مرحلة تدقيق المشروع التي تناسب مرحلة التعليم العالي والتكوين المهني. هذه المراحل تساعد التلميذ على بلوغ الحياة العملية والاندماج في الحياة المهنية. إذن ما يهمنا في هذا العرض هو مرحلة توطيد المشروع، لأن تلميذ السنة الثانية بكالوريا مقبل على متابعة دراسته في عدد من المؤسسات العليا. إذن هذه المرحلة، مرحلة توطيد المشروع، تتميز بالخصائص التالية: على التلميذ أن يحدد ميولاته، عليه تحييد اختياراته الدراسية والتكوينية، عليه تعميق المعرفة بالمهن ومتطلباتها، عليه الإحاطة بمختلف الجسور والممرات المتاحة والبديلة، عليه الربط بين المسارات الدراسية والتكوينية وبين الاهتمامات والميولات المهنية. التلميذ الحاصل على شهادة البكالوريا سيجد نفسه أنه سيتابع دراسته في 4 مسارات، وهي على الشكل التالي: هناك التكوينات العسكرية، هناك التكوين المهني، هناك مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، وهناك مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح. في مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود يوجد نوعين من المؤسسات: هناك مؤسسات تابعة للجامعة، وهناك مؤسسات غير تابعة للجامعة، وهي محور هذا العرض. في المؤسسات الغير التابعة للجامعة سنتطرق إلى المجالات التالية: مجال علوم وتقنيات الهندسة، مجالات الهندسة المعمارية والعمران وإعداد التراب والبيئة، مجالات الدراسات الشرعية والإدارية والقانونية والتدوير. إذن مؤسسات التكوين في مجال علوم وتقنيات الهندسة توجد المؤسسات التالية: المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المدرسة الوطنية العليا للمعادن، المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة، أكاديمية محمد السادس الدولي للطيران المدني. الملاحظ أن ولوج هذه المؤسسات يتطلب الحصول على باك زائد 2، خاصة على الأقسام التحضيرية ودبلوم الشهادة ودبلوم الدراسات الجامعية في الشعب التقنية والعلمية. للمزيد من المعلومات والتعرف على التخصصات والمسالك الموجودة بهذه المعاهد، المرجو زيارة المواقع الرسمية على الإنترنت. إذن المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي يهدف إلى تكوين مهندسين متخصصين في عدة مجالات كالإحصاء والديموغرافيا والإحصاء التطبيقي. يستغرق التكوين بالمعهد 3 سنوات تتوج بناء الدبلوم مهندس دولة في التخصصات، في أحد التخصصات التالية: الإحصاء الديموغرافية، الهندسة المعلوماتية، البحث الإجرائي والمساعدة للقرار، الاقتصاد التطبيقي. شروط الولوج: بالنسبة لولوج السنة الأولى هناك طلبة الأقسام التحضيرية والطلبة الحاصلون على الشهادة الجامعية في الدراسات العلمية في تخصصات الرياضيات والإعلاميات والفيزياء، كما يمكن ولوج السنة الثانية لكن بشروط. المدرسة الوطنية العليا للمعادن تهدف إلى تكوين مهندسي دولة متخصصين في عدة مسالك علمية وتقنية. يستغرق التكوين بالمدرسة 3 سنوات تتوج بناء الدبلوم مهندس دولة. لولوج السنة الأولى فهي متاحة أمام طلبة الأقسام التحضيرية أو الطلبة الحاصلون على الشهادة الجامعية في الدراسة العلمية، كما يمكن ولوج السنة الثانية بشروط أخرى.
المدرسة الحسنية للأشغال العمومية تهدف إلى تكوين مهندسي دولة متخصصين في عدة مسالك علمية وتقنية. يستغرق التكوين في المدرسة 3 سنوات، تتوج بنا الدبلوم مهندس دولة في التخصصات التالية: جيني هيدروليك، جيني سيفيل، إلى باقي التخصصات. متاح أمام طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، الطلبة الحاصلون على الشهادات الجامعية في الدراسات العلمية، الطلبة الحاصلون على الإجازة في العلوم أو ما يعادلها، كما يمكن ولوج السنة الثانية بشروط أخرى. المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة تهدف إلى تكوين إلى إعداد أطر قادرة على تحمل مهام المسؤولية في المقاولات الإنتاجية المتخصصة في النسيج والملابس. تتوفر المدرسة على 3 مسالك: سلك المهندس استغرق الدراسة في هذا السلك 3 سنوات، سلك الماستر استغرق الدراسة في هذا السلك 2 سنوات، سلك الإجازة المهنية استغرق الدراسة في هذا السلك 3 سنوات. شروط الولوج: بالنسبة لسلك المهندس هناك طلبة الأقسام التحضيرية أو الحاصلون على الدبلومات في تخصصات معينة. سلك الإجازة المهنية يفتح للمترشحين الحاصلين على البكالوريا العلمية أو التقنية أو في العلوم الاقتصادية والتدبير، كما أن سلك الماستر مفتوح أمام الطلبة الحاصلين على الإجازة المهنية أو ما يعادلها. أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني تهدف إلى إعداد أطر عليا متخصصة ومؤهلة للعمل في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية. تستغرق الدراسة بها الأكاديمية 3 سنوات، تتوج بنا الدبلوم مهندس دولة في التخصصات التالية: انجينيور اون كونترول دو نافيغاسيون اريان، انجينيور اون الكتريك دو لا سيكوريتي دو لا سيركولاسيون اريان، الى باقي التخصصات. شروط الولوج: هناك قبول مباشر لطلبة الاقسام التحضيرية في تخصصات تي اس اي ام بي اس اي بي اس اي، وهناك مباراة بالنسبة لطلبة الاقسام التحضيرية في تخصصات بي سي اس اي تي اس اي ام بي اس اي. مؤسسات تكوين في مجالات الهندسة المعمارية والعمران والإعداد وإعداد التراب والبيئة، هناك مؤسستين: المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتمهيد. المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية تهدف إلى إعداد المهندسين المعماريين والأطر العليا في مجالات الفنون والتقنيات المرتبطة بمهن الهندسة المعمارية والبناء والتعمير. تحضر المدرسة دبلوم مهندس معماري في 6 سنوات، كما يمكنها تحضير شهادة البكالوريا في شهادة الدكتوراه في 3 سنوات. شروط الولوج: السن 22 سنة، بكالوريا رياضية وعلوم تجريبية أو تقنية أو اقتصادية، ومعدل يساوي أو يفوق 12 في امتحان الجهوي. المعهد الوطني للتهيئة والتمير يهدف إلى تأهيل الأطر العليا المتخصصة في تقنيات وإعداد التراب الوطني والتعمير قصد مزاولة عملها بالهيئات العامة والخاصة. يتولى المعهد تحضير وتسليم دبلوم المعهد الوطني في 5 سنوات، كما يمكنه تحضير الإجازة المهنية الماستر المتخصص والدكتوراه. بالنسبة لولوج سلك دبلوم المعهد باك زائد 5 سنوات، لابد للمترشح أن يكون حاصلا على بكالوريا في إحدى التخصصات التالية: العلوم الرياضية، العلوم الزراعية، العلوم الفيزيائية، العلوم الاقتصادية، علوم الحياة والأرض والفنون التطبيقية. مؤسسات تكوين في مجال الدراسات الشرعية، سنتعرف على 3 مؤسسات: مؤسسة دار الحديث الحسنية، معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات. تهدف مؤسسة دار الحديث الحسنية إلى تكوين متخصصين في الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية، وتتوفر المدرسة على الأسلاك التالية: سلك التكوين الأساس 4 سنوات، سلك التكوين العالي المعمق 1 سنة، وسلك الدكتوراه في الدراسات الإسلامية العليا. لولوج سلك التكوين الأساس لابد للمترشح أن يكون حاصلا على بكالوريا التعليم الثانوي أو بكالوريا التعليم العتيق، مع معدل لا يقل عن 12/20 ومعدل لا يقل عن 12/20 في كل من اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية في 2 سنوات البكالوريا. معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية يهدف إلى تكوين قراء متميزين وعلماء متخصصين في القراءات والدراسات القرآنية، ملمين بمناهج البحث العلمي وأدواته وقادرين على إنجاز الدراسات. يتولى المعهد تكوين في سلكي الإجازة والماستر. سلك الإجازة تستغرق الدراسة في هذا السلك 4 سنوات، تشمل على تخصصي القراءات القرآنية الدراسات القرآنية، وهناك سلك الماستر يستغرق الدراسة فيه 2 سنوات. بالنسبة لشروط ولوج سلك الإجازة، تتطلب شهادة البكالوريا أو معادلها أو ما يعادلها، حفظ كتاب الله تعالى كاملا، السن أقل لا يجب أن يتجاوز 30 سنة في تاريخ إجراء المباراة.
ما عهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات يهدف إلى تكوين الأئمة المرشدين والمرشدات في مجال الإمامة والإرشاد والتقدير الديني وتوضيح مبادئ وأحكام الدين الإسلامي. نظام التكوين تستغرق الدراسة بالمعدل 12 شهرا دون إمكانية التكرار وتختم بامتحان للتخرج في الإمامة والإرشاد بنظام المعهد خارجي، ويستفيد المترشحون من منحة دراسية شهرية. شروط الولوج: لا بد من المترشح أن يكون حاصل على شهادة الإجازة، أن يتألى يتجاوز سنه 45 سنة، حافظا لكتاب الله أو لنصفه بالنسبة للطالبات المرشدات، متمتعا بحقوقه المدنية، متصفا بأخلاق حامدة، ومتوفرا على القدرات البدنية اللازمة. مؤسسات التكوين في مجال الدراسات الإدارية والقانونية، وسنتعرف على المدرسة الوطنية العليا للإدارة، المعهد الملكي للإدارة الترابية، المعهد العالي للقضاء. إذن المدرسة الوطنية العليا للإدارة تهدف إلى تكوين أطر إدارية عليا وتأهيلها تأهيلا مهنيا يمكنها من الاندلاع بمهام إعداد التصورات والتخطيط والتوجيه والتأطير والإشراف على تنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية بمختلف إدارات الدولة. نظام التكوين تحضر دبلوم خاص بها يشار إليه باسم دبلوم المدرسة، كما يمكنها تنظيم أسلاك خاصة للتكوين تتوج بدبلومات حسب الحالة. شروط الولوج: هناك هذه المدرسة مفتوحة أمام الموظف الذين يتجاوز سنهم 40 سنة على الأكثر عند تاريخ المباراة، كما هي متاحة أمام المترشحين غير الموظفين الذين يتجاوز سنهم 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المباراة والحاصل على الدبلوم، يمكنهم من ولوج سلم تأجير رقم 11 أو إطار مماثل. المعهد الملكي للإدارة الترابية يسعى إلى تكوين رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية. يرتكز التكوين على دروس في التدريب العسكري والعلوم والتقنيات ومناهج التسيير والقيادة على شروط تطبيقها ميدانيا في تأطير الساكنة وتدبير المجال. نظام التكوين يتولى المعهد تنظيم التكوين في سلكين: سلك عالي يتوج بدبلوم ماستر في الإدارة الترابية، وسلك عالي يتوج بدبلوم السلك العالي للمعهد. شروط الولوج: هي مفتوحة أمام المترشحون البالغون 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة والحاصلون على أحد الدبلومات التي تخول لهم الحق في التوظيف على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة أو إطار مماثل. المترشحون الموظفون المرسمون والبالغون 35 سنة على الأكثر ولهم سلم أجور رقم 10 أو إطار مماثل. المعهد العالي للقضاء يناط بالمعهد تكوين أطر في مجال القضاء والقانون للعمل في المحاكم والإدارات التابعة لها على اختلاف درجاتها، فهو يكون القضاة وكتاب الضبط والعدول والمفوضون القضائيون. يقوم المعهد بالتكوين الأساسي والمستمر والتخصصي للأسلاك التالية: الملحق للقضائيون، هيئة كتابة الضبط، مساعدي القضاء، وموالي المهن القضائية. بالنسبة لشروط الولوج فهي تختلف باختلاف التكوينات، لذا المرجو زيارة الموقع الرسمي للمعهد. مؤسسات التكوين في مجال التدمير: هناك المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وهناك المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة. المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات يهدف إلى إعداد أطر عليا متخصصة في التجارة والتدمير ومؤهلة لتحمل مسؤولية تسيير المقاولات. نظام التكوين: هناك دبلوم السلك العادي ونظام الإجازة. لولوج دبلوم السلك العادي فهو مفتوح أمام طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا أو الحاصلون على دبلوم زائد سنتين في شعب الاقتصاد أو التدبير. بالنسبة للإجازة الأساسية في التدبير فهي مفتوحة أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا العلمية أو الاقتصادية أو ما يعادلها. المعهد العالي الدولي للسياحة يهدف إلى إعداد أطر متخصصة في إدارة وتدبير المقاولات السياحية والفندقية. يتوفر المعهد على الأسلاك التالية: السلك العادي 3 سنوات، السلك العالي 2، ثم الإجازة المهنية في سنة واحدة. بالنسبة لولوج السلك العادي هناك شعبتين: شعبة التدبير السياحي مفتوحة أمام حاملي بكالوريا السنة الجارية أو السنتين الماضيتين في الشعب التالية: علوم رياضية، علوم فيزيائية، علوم حياة وارض الأدب والعلوم الإنسانية أو بكالوريا مهنية تخصص أو مسلك التجارة. أما شعبة التدبير الإجرائي في الفندقة والمطعم فهي مفتوحة أمام حامل بكالوريا في الشعب التالية: بكالوريا علوم اقتصادية وعلوم تدبير المحاسباتي أو بكالوريا مهنية فنون الطبخ المحاسبة خدمات الطعام، بالإضافة إلى دبلوم تقني في الفندقة للسنة الجارية والسنتين الماضيتين. مصادر هذه هي المصادر المعتمدة في إعداد هذا العرض.
ختاما، لا بد من التذكير عزيزتي التلميذة عزيزي التلميذ أن التوجيه الجيد أساس بنائك لمشروعك الشخصي والدراسي والمهني، فمع تقدمك في الدراسة تبدأ في التفكير في بقية مسارك الدراسي وفي نوع التخصص الذي ينبغي عليك اختياره، وأيضا نوع المهنة التي تطمح إلى مزاولتها مستقبلا. لذلك عليك أن تعمل على توطيد مشروعك الشخصي الذي يشكل بالنسبة لك خطة عمل لاختيار مسار دراسي وتكويني مناسب من أجل بلوغ الأفاق المهنية المرغوب فيها. شكرا على تتبعكم، وأتمنى لكم مسيرة دراسية موفقة.